السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ورجعنا وياكم كما عودناكم، واليوم تحديدا من بغداد من مدينة بسماية وبرنامج سؤال رمضاني برعاية سنتر العبدلي. ابقوا ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. رمضان علينا وعليكم يا رب، ينعاد عليكم الصحة والعافية. عندنا برنامج اسمه سؤال رمضاني، والهدايا مقدمة من سنتر العبدلي. نعم. السؤال يقول: قضاء عراقي، اذكر لي أكبر ثلاث أقضية في العراق. أقضية؟ نعم. حتى لا تعطيني قضاء. صراحة. هاي ما أعرفها. بدلي لها السؤال. إي. مدينة عراقية سميت بمدينة بعد محافظة ديالى. مدينة عراقية سميت بعد محافظة ديالى. ديالى من صاب هالجفاف؟ اكو مدينة ثانية اشتهرت بمدينة البرتقال. نينوى؟ لا. ذقار؟ لا. بعد اللي جواب واحد. صراحة ما اعرف. شكرا لك. يا اهلا وسهلا بكم. السلام عليكم استاذ. السلام عليكم. رمضان كريم. علينا وعليك وعلى العراقيين اجمعين. نتعرف على حضرتك. علي حسين. علي حسين، شلونك حبيبي؟ حبيبي انت. عندنا سؤال اسمه، العفو، عندنا برنامج اسمه سؤال رمضاني، والهدايا مقدمه من سنتر العدلي. السؤال يقول: مدينة عراقية يوجد شبيه لهم من مدن الدول العربية ونفس التسمية. مدينة عراقية يوجد لهم. مدينة عراقية شنو؟ مدينة عراقية من المدن العربية ونفس التسمية. نفس التسمية. مدينة عربية أقول لها شبيه. شبيه بالاسم شنو؟ نعم شبيه بالاسم. موجودة بالعراق. شبيه بالاسم. زين جنوبية. وسط. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وتعالوا ويانا، وبعدنا متواصلين وياكم ومن مول بسماية. السلام عليكم. رمضان كريم. علينا وعليكم. كل عام وانتم بألف خير. وانتم بألف خير. عندنا برنامج، الله يحفظك، عندنا برنامج اسمه سؤال رمضاني. أوكي. والهدايا مقدمه من سنتر العبدلي. اوكي، على راسي حبيبي. الله يحفظك. السؤال قول لي لستني. مدينه عراقيه يوجد شبيه له من مدن الدول العربيه ونفس التسميه. والله ما اعرف. منا لا ما اعرف والله. غيري للسؤال. مدينة عراقية سميت بمدينة البرتقال بعد محافظة ديالى. بعد محافظة ديالى، من صافة جفاف محافظة ديالى، اكو محافظة ثانية، اكو قضاء ثاني. العفو. الموصل؟ لا. سموها مدينة البرتقال. ما اعرف صراحة. اي والله. شكرا لكم حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. كل عام وانت بخير حجي. سلام. الله يحفظك. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. الله على أمة محمد. الله يحفظك. ابو من؟ ابو زيد. على راسه، شرف بيك. الله يخليك. سمعت السؤال لو اعيد لك اياه؟ سمعت السؤال الاول. عيدي اعطي سؤال. مدينه عراقيه يوجد شبيه له من مدن الدول العربيه ونفس التسميه. اسكندريه. لا. مدينة يعني كمحافظه لو؟ نعم نعم محافظه.
لا القاهرة القاهرة منطقة القاهرة منطقة القاهرة القاهرة نعم. منطقة محافظات محافظة قضية راح نغير لك السؤال على مود نسهل لك امرك غير الى السؤال مدينة عراقية سميت بمدينة البرتقال بعد محافظة ديالة كربلاء لا شكرا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا كريم وعليكم ان شاء الله كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير عود عليك ان شاء الله بصحه وسلامه الله يبارك فيك الله يحفظك يحفظك يا الحجي راح نعطيك سؤال اذا عاد التلفزيون الصويرة برنامجنا سؤال رمضاني اذا جاوبت راح تربح ويانا جائزه لرعايه سنتر العبدلي السؤال يقول نعم. مدينه عراقيه سميت بمدينه البرتقال بعد محافظه ديالى بعد محافظه ديالى الحجي هي محافظه ديالى معروفه بالبرتقال بالبرتقال منا ما اعرفه تستعين بصديق تستعين انت ابو من؟ انا ابو رسول على راسي ابو رسول راتك دايم حبيبي انت غير الى السؤال يستاهل ابو رسول الله يسلمك الله يحفظك مدينه عراقيه يوجد شبيه لهم المدن الدول العربيه ونفس التسميه مدينه عربيه بعد الها شبيه مدينه عربيه نعم اكو الها شبيه شبيه بالدوله العربيه ونفس التسميه البصرة؟ لا شكرا لك ابو يا اهلا وسهلا جدا حبيبي حبيبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة رمضان كريم جميع ان شاء الله ممكن تعرف على حضرتك؟ حسين مجيد على راس ابو علي عندنا برنامج اسمه سؤال رمضاني والهدايا مقدمه من سنتر العبدلي نعم. السؤال يقول ستبه قضاء عراقي اذكر لي اكبر ثلاث اقضيه في العراق اكبر ثلاث اقضيه في العراق حتى لو تعطيني قضاءين هاي وسيله مساعده من عندنا اللي اعرفه يعني حسب معلوماتي قضاء الصويره نعم نعم اعتقد قضاء بلد لا وصلت دجيل اعتقد دجيل دجيل او قضاء بلد حسب معلومات ما اعرف بس لا اعرف انا قضاء صويره بعد زين احنا خلينا نغير لك غيري للسؤال وزاره التخطيط رشحت ثلاث اقضيه لتكون محافظه وزاره التخطيط رشحوا ثلاث اقضيه في سبيل تكون محافظه اعطينا حتى لو قضاء ما اعرف من ناس يعين الصديق سؤالي نطيتك سويت لك وسيلة طيني الثالث مدينة عراقية يوجد شبيه له من مدن الدول العربية ونفس التسمية مدينة عربية مدينة أكو إلها شبيه ونفس التسمية نفس التسمية يعني مدينة عربية نعم أكو إلها شبيه إلها شبيه ونفس التسمية نفس الصويرة اكو مدينة متأكد. عربية مثلا عندنا يعني قصدك محافظات او مدينة مدينة عندنا هي مدينة بالدول العربية كلها نفس التسمية انت متأكد؟ لا 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 الصويرة اعتقد بس يمكن فلسطين مثلا عندنا الصويرة لو فلسطين سولف لي انت مثبت عينك على الكاميرا لو الصويرة لو فلسطين سولف لي هاي الصويرة انا ادري بها الصويرة اثبت متأكد؟ نعم متأكد وربحت ويانا جائزة الف مبروك مقدمة من سنتر العبدلي شكرا استاذ بلال وهاي الهدية جهاز كهربائي يا اهلا وسهلا شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين بعدنا مستمرين وياكم ومن مول بسمايه